ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نستكمل بفضل الله الموضوع الذي أردنا الحديث به يوم أمس، ثم أن لوجود بعض الإخوة الذين كانوا جددا فعرجت على موضوع عيسى بن مريم والموضوع الأناجيل تعليما له، فهذا أخرنا عن السياق، والآن نعود إلى السياق. Do you need English? Don't know Arabic? You do know Arabic? Okay. So if any point would be difficult for you and you need more explanation, I can say in English. الحديث الذي رواه الإمام مسلم في فضل النبي صلى الله عليه وسلم، فضل شرفه ونسبه، لأن أقوام كانوا يتكلمون في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فرق المنبر وقال: ما بال أقوال تبلغني عن أقوام، يعني جاءه خبر أن الناس تقدح فيه صلى الله عليه وسلم، فقال: لما يتكلم أقوام بهذا الأمر؟ ولم يصرح بأسماء الذين أبلغوا ولا بأسماء الذين تكلموا عنه صلى الله عليه وسلم، لكن قال أقوام، فما بال أقوال تبلغني عن أقوام؟ إن الله خلق السماوات السبع، ثم السماوات سبعا، فاختار العلياء منها فأسكنها من شاء من خلقه. He left the subject and he had the other subject. ترك الموضوع ودخل في موضوع آخر، ولكن الموضوع الآخر سيعيده إلى الموضوع الأول صلى الله عليه وسلم. إن الله خلق سماوات سبعا فاختار العلياء منها فأسكنها من شاء من خلقه، وهم من السابقون والمقربون والمحسنون. أنت أقرب، لو أنت من المحسنين إن شاء الله أسأل الله يجعلنا منهم، فتكون قريب من الله عز وجل في الجنة. لا شيء بعيد عن الله، ولكن أنت تشعر أنه جارك. فإن الفردوس سقفها باطن عرش الرحمن سبحانه وتعالى، فأي قرب هذا؟ وأي فضل هذا؟ أي فرح لك بهذا؟ لذلك هو قال أن الله اختار خلقا ليكونوا جيرانه الأقربين، فأسكنها من شاء من خلقه، ثم خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم. إذن المعنى الأول يحتمل فيه أيضا أن الله قرب جبرائيل عن غيره من الملائكة. جبرائيل أقرب الناس، يقف عند سدرة المنتهى، فهو قريب جدا من المولى تبارك وتعالى. ولكن في كل سماء ما لا يعلم عدده إلا الله، ما يمكن أن يقال فيه رقم، ففي كل سماء ما لا يعلمه إلا الله من الملائكة، لكن الملائكة المقربون هم سكان أعلى طبقة من طبقات الجنة، وأيضا من يصلح من بني آدم ويكون
في مرتبة المقربين. ثم خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم. اختار الملائكة، خلق الملائكة، وخلق الجن، وخلق الطير، وخلق الدواب، وخلق ما لا تعلمون. هناك ما نعلمه سماه لنا الله، ثم عرج على ما لا نعلمه فقال ويخلق ما لا تعلمون. لأنه لو تكلم بأسماء خلق خلقهم في مكان ما ونحن لم نره كيف نعرفه؟ فرحمنا وقال ويخلق ما لا تعلمون. هذا لا ينفي أن يكون هناك خلق آخر، ولا يثبت أن هناك خلق آخر، فيؤخذ هكذا. فاختار من كل ما خلق آدم وبنيه الصالحين طبعا، واختار من بني آدم العرب. يبقى أفضل الناس من بني آدم العرب، مش لمجرد أنهم عرب، عرب لأنهم يتشبهون بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه عربي، فشرفهم من شرفه. فمن حفظ شرفه، شرف النبي صلى الله عليه وسلم، فاض عليه منه. لذلك العرب يفترض أنهم أشرف الخلق، وقد يتحولون إلى أحقر الخلق إذا تخلوا عن دينهم وتخلوا عن شرف نبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم يتخلون عن المروءة، ثم يتخلون عن الكرم، ثم يتخلون عن الأخلاق. فهم ما داموا مستمسكين بشرف النبي صلى الله عليه وسلم وله حافظين، فاض عليهم منه بفضل الله. واختار من العرب مضر، واختار من مضر قريشا. مضر بطن من بطون العرب، والبطن أكبر من القبيلة. اختار مضر، ثم من مضر خرجت قبائل صغيرة، فاختار خيرها وهي قريش، واختار من قريش بني هاشم الأسر اللي في القبيلة، واختارني من بني هاشم الأفراد الذين في القبيلة في الأسرة، فأنا خيار من خيار من خيار. يبقى رد الحديث لأوله، أول تكلم أنتم بتتكلموا عني، طيب، ورجع بنا إلى أول خلق السماوات، ثم انتهى بشرفه صلى الله عليه وسلم، تفهمني؟ طيب، فمن أحب العرب فبحبي أحبه، يعني اللي بيحب العرب وهو مش عربي، أو هو من العرب وبيحب العرب، أحبهم لأنهم النبي منهم صلى الله عليه وسلم، لذلك كانوا أكثر الناس حبا. يعني أنا مش لأني بين الجالية اليمنية، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم أن الحكمة يمنية، فلذلك أنا أتلمس. لو سئلت عن أين أجد الحكمة في بلاد العرب أقول له تلمسها في اليمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأني أعرف كل أهل اليمن، وإن كانوا من أهل اليمن مثل كل بلاد الأرض فيها الصالح وفيها الطالح، ولكن أرد السؤال على هوى جواب النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان يماني والحكمة يمانية كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن أحبه فبحبي أحبه، لأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، أحب قومه وعشيرته. ومن أبغض العرب فببغضي أبغضه، لأنه يبغض النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يفصح عنه. فمن ذم النبي صلى الله عليه وسلم
أو قدح فيه فذلك لأنه يبغض العرب، وإن كان عربيا فهو يبغضهم لأنه يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يستطيع أن يصلح ببغض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث غريب، حديث غريب الذي نذر رواته يعني ينذر أن يجد من هؤلاء الرواة من تكلم في هذا الحديث إلا النذر اليسير من الناس، ومع ذلك فهو مفهومه صحيح ومعناه صحيح. وثبت أيضا في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا عند الإمام مسلم، قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. يقول أنه هو الأعلى شرفا يوم القيامة، وأنا لا أفخر على الناس بهذا، ولكن أقول لهم المكانة التي اختارها لي الله يوم القيامة. يعني هو لا يتفاخر صلى الله عليه وسلم بقوله أنا سيد ولد آدم، ولكن لأن هذه هي المكان التي اختارها له النبي يوم القيامة، فهو الذي بشفاعته يبدأ فصل الخطاب، يبدأ الفصل في كل شيء، لا يشفع أحد ولا يجرؤ أحد أن يشفع إلا النبي بما أذن له الله فيه. وروى الحاكم والبيهقي أيضا من حديث متسلسل عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لي يا جبريل: قلبت الأرض فلم أجد بني من مشارقها إلى مغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، وقلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أفضل من بني هاشم. أفضل من بني هاشم، كلمة بني يعني سلسلة إلى منتهاه، ما فيش أفضل من كل ولد آدم إلا بنو هاشم، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أبيات شعرية كثيرة نحن في غنى عنها. طيب، وعندنا حديث أنه قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ابن عباس، سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله فداك أبي وأمي، أين كنت وآدم في الجنة؟ يسأل آدم لما خلق كان يسكن الجنة يا رسول الله، فأين كنت أنت؟ ما هذا السؤال؟ هو تلميذ يسأل معلمة يريد أن يعلم، فلو كان يعلم كلام في الغيب وفي أن الذرية في ظهر الآباء ما سأل هذا السؤال، ولكنه سأل لأنه يريد أن يعلم. أنت كنت مخفيا فأين كنت؟ فيقول: كنت في صلبه. رد عليه قال له: كنت في صلب آدم وركب بي السفينة في نوح، برضو في صلب أولاد آدم، يعني أنا كنت في السفينة. وخلي بالك الكلام ده مش النبي صلى الله عليه وسلم بس، ده لنا كلنا، كلنا كنا في صلب أبونا آدم في الجنة، وكلنا ركبنا السفينة مع نوح مع الذين نجوا، كنا في صلب نوح في السفينة، ومن معه، ممكن ما كنتش انت من صلب نوح لكن اصلا من صلب آدم، ان في ناس كثيرين مع نوح، فانت صلب في صلب واحد منهم، فركبت السفينة وانجاك الله، تجاوبت كممكن ينقطع هذا الامر
وينتهي هذا النص ولا تخرج للحياة، فأنت من الناجين حتى الآن. وكنت في صلب أبي نوح وقذف بي في صلب أبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم جميعا. لم يلتقي أبواي على سفاح قط، يعني كل زوجين من هؤلاء الذين كان ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم بين أصلابهم وأنتم معه إن كنتم من نسلهم، من نسل العرب، منهم من كان في صلب إبراهيم. لم يلتقي أبواي على سفاح قط، لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الحسيبة إلى الأرحام الطاهرة. فهو يشهد أن كل جد له إلى آدم، وكل جدة له إلى آدم، أو كل أب إلى آدم، وكل أم إلى آدم إلى حواء، فهما أرحام طاهرة وأصلاب شريفة. لازم تنتبه للكلام، كلام مش على علات. إلى الأرحام الطاهرة صفتي مهدي، يعني هو دائما في جانب الهدى. لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما. وقد أخذ الله بالنبوة ميثاقي وبالإسلام عهدي ونشر في التوراة والإنجيل ذكري. وهذا مصداق قول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين من أيام نوح أو آدم، آدم، إدريس، نوح، وهكذا. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري، يعني عاهدتموني على هذا؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا على أنفسكم وأنا معكم من الشاهدين. فهذا مصداق هذه الآية في كتاب ربنا. ونشر في التوراة والإنجيل ذكري ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، موجود في الإنجيل شبيه هذا. وفي التوراة اسمه المتوكل، في التوراة اسمه المتوكل، فموجود كل هذا، ولكنهم يطمسون هذه الأقاويل. وبين كل نبي صفتي، يعني ما في نبي إلا بين صفته لقومه صلى الله عليه وسلم. لما يبين نوح لقوم نوح صفة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لعل أحد منهم يبلغ زمانه، لا يدري نوح متى تقوم الساعة، فلعل الساعة قريب، ويعلم أن الله على كل شيء قدير، فما ترك نبي قومه إلا بلغه صفة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلمني كتابه وزادني شرفا في سمائه وشق لي اسما من أسمائه، فذو العرش محمود وأنا محمد وأحمد. يبقى الاسم اسم النبي صلى الله عليه وسلم كمان كده مش جزاف. ما كان في العرب هذا الاسم، اسم محمد، ما كان في العرب، واشتق له هذا الاسم حتى أن جده لما سماه قال أسميه محمد. قالوا لما هذا الاسم؟ قال لكي يكون محمودا بين أهل الأرض وأهل السماء. كلام خرج منه مع أنه مات على ما مات عليه، ولكنه خرج بكلام صادق لكي يكون محمود بين أهل الأرض وبين أهل السماء. هناك من أهل الأرض من يسبه صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء
ليسوا معدودين من البشر، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نتكلم عن البشر العقلاء اللي بيفكروا. بالأمس قرأت، أول أمس قرأت مقالة لعالمة اقتصاد إنجليزية تتكلم في الاقتصاد. طبعا ما هو موعد عشان ناخذ حصة في الاقتصاد. المهم أنها تقول وتشرح الأزمات التي مرت بها أوروبا وأمريكا في السنوات الماضية. قالت لم ينجو منها ومن البنوك إلا البنوك الإسلامية. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه لا خير في كل وسائلنا إلا أن نتبع، كنا نريد النجاة نتبع نهج البنوك الإسلامية، فهي وحدها التي تحملت الصدمات، وهي التي ثبتت وأفلس معظم بنوك الأرض. ولما ثبتت هذا؟ هم يدعون أنهم يعتمدون على أوامر النبيين، لما لا نأخذ هذه الأوامر؟ هي امرأة كافرة ولكنها أخذت هذا الكلام لأنها تفكر في شعبها، تفكر في عدم انهيار هذه الحضارة التي عندهم، فما دام العلاج هنا لما لا أخذه؟ هي تفكر دنيا محض، ما تفكر في دين، هي لا يهمها الدين، هي تفكر في نجاتها ونجاة قومها، فما دام النجاة عند هؤلاء ونجوا بها لما لا أخذها؟ هكذا. وعلمني كتابه وزدني شرفا في سمائه وشق لاسمي لي اسما من اسمائه، فذو العرش محمود وانا محمد واحمد، ووعدني ان يحبوني بالحوض، يعني يكون لي حوض ليس له مثيل، ولكل نبي حوض الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال له الله إنا أعطيناك الكوثر، هذا حوض من أعجب أحواض الجنة. فهو وعد الله أن يحبو نبيه محمد به، أن يكون له هدية يسقي به الناس ويكون في ملكه في الجنة يجري في أرضه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلني أول شافع وأول مشفع، ثم أخرجني من خير قرن لأمتي وهم الحمادون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأنتم تبدأون الصلاة بماذا؟ بالحمد لله رب العالمين، فأنتم الحمادين، أنتم الحمادون، ثم أنتم تختمون الفاتحة بماذا؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني لا تجد ينهوا عما يقع فيه المغضوب عليهم وهم اليهود، والضالين وهم النصارى. حديث جميل والكلام جميل. ولأن اسم محمد كان غريب سأسرد لكم، وهذا كتاب البداية والنهاية لابن كثير، كتاب عظيم ومؤرخ عظيم ومؤرخون عظماء. قال القاضي عياض في كتابه الشفاء أن اسم محمد لم يسمى به أحد من العرب ولا غيره إلى أن شاع قبل وجوده وميلاده، قبل ما يتولد بقى، شاع أن النبي القادم اسمه أحمد أو محمد، فبدأ أشراف القبائل يسمون أولادهم بأحمد ومحمد تيمنا أن يكون منهم واحد منهم. يعني هذا الاسم كان حديث ما كان معلوم، فلما اقترب مولد النبي صلى الله عليه وسلم وشاعت البشائر وتكلم بقايا أهل الكتاب المنصفون أنه هناك نبي ما زال سيأتي وموجود في سورة البقرة، أنه ف
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما بعد وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. كانوا كلما الكفر يضايقوا اليهود او النصارى يقولوا سينزل نبي وسنعززه ونعزره ونوقره وندعمه ويكون لنا سندا عليكم ايها الكفار. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فلعنة الله على الكافرين لأنهم جحدوا حسنا من عند أنفسهم. لأنهم كانوا اليهود كانوا يتصوروا الناس يخرج من أحبابه، والنصارى أمثال ورقة بن نوفل وغيرهم كانوا يتصورون اللي هم اللي استمسكوا بحقيقة دين المسيح أنه رسول، كانوا يتصورون أنه سيخرج من أحدهم. ولكن لما جاء من غيرهم قليل منهم من آمن مثل عبد الله بن سلام اليهودي وورقة بن نوفل النصراني، غيرهم قليل أنا لا أذكر أسماءهم، ولكن كلهم كفروا به وعادوه. فلم يسمى به أحد من العرب ولا غيرهم إلى أن شاع قبل وجوده وميلاده أن نبيا يبعث اسمه محمد، فسمى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو. ولكن يجيب الله في القرآن الله أعلم حيث يضع حيث يجعل رسالته، يعني مش باختيارك الاسم، لا، لأن دي رسالة وربنا عارف يضعها عند من، إنها أمانة. وهم سبعة من الأشخاص فقط اللي تسموا باسم محمد قبل بعثة النبي. محمد بن أحيح بن الجلاح الأوسي، ومحمد بن سلمة الأنصاري، ومحمد بن البراء الكندي، ومحمد بن سفيان بن مجاشع، ومحمد بن حمران الجعفي، ومحمد بن خزاع السلمي لا سابع له. سبعة. ويقال أن أول هؤلاء السبعة تسميا باسم محمد هو ابن مجاشع، محمد بن سفيان ابن مجاشع. واليمن تقول لا، بل محمد ابن اليحمد ابن الأسد من الأسد هو أول من سمي باسم محمد. هذه أقوال مؤرخي اليمن. ثم أن الله حمى كل من تسمى به أن يدعي النبوة، يعني كل اللي تسموا دول السبعة ما أحد فيهم دخل في قلبه أن يقول أنه هو النبي، مع أن اسمه مطابق للوصف. حمى الله يعني منع الله، هنا حمى بمعنى منع، حمى الله أن يدعي أحد من هؤلاء النبوة أو يدعيها له أحد. حمى الله يعني منعهم من أن يمر بخلدهم قومهم أن يقولوا أنت اسمك محمد إذن أنت النبي، أو أن يقول هذا الرجل أنا النبي مستندا على أن اسمه على أن اسمه محمد، كما قال الله عز وجل في سورة لهب سيصلى نارا ذات لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. فما دار بخلد أبي لهب ولا كفار قريش ولا يهود المدينة أن يقولوا لأبي لهب كذب محمد، قل مرة لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم ارجع. لكن حمى الله الكفار من أن تأتي إلى خلدهم، حتى أنه منع إبليس أن يوسوس بها إلى أبي لهب. معجزة هذه الآية. كجاز كل ما تقرأ في القرآن وتقرأ التفسير تجد إعجاز، وكل ما تقرأ أكثر كل ما يفتح الله عليك أكثر. ولكن أقبل على الله بقلب تقي ولا تبيت وفي قلبك غلا لأحد. هذا أول مسار التقوى والاستقامة.
اعرف ربك تبيت وفي قلبك غلا يعني وإن أتوك اصفح عنهم قبل أن تبيت، فإن هذا أول طريق الاستقامة وأول فتح الخير من الله عليك، أو ليظهر عليه سبب يشكك أحدا في أمره حتى تحققت الشيمتان له صلى الله عليه وسلم لم ينازع فيهما. وهذا لفظ القاضيات، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولد صلوات الله عليه. وخلي بالك من هذا، في عندنا من أقوال الفقهاء، أنا آسف البلح قلت 17 هم 16، 16 تأريخ مؤصل يعني مسنود بكلام له معنى، 16 كلها ليس فيها أنه ولد في السنة 10 من ربيع الأول. لا يستقيم حتى عقلا أن يولد في السنة 10 من ربيع ويموت في السنة 10 من ربيع، ثم يترك الناس الله الناس يحتفلون في يوم مماته بمولده. لا يستقيم ده عقل. لكن دعك من العقل ونذهب إلى ما نقل عن هؤلاء. ولد صلوات الله وسلامه عليه يوم الاثنين، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث غيلان ابن جرير ابن عبد الله ابن معبد الزماني عن أبي قتادة أن أعرابيا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ ملاحظوا أنه يصوم الاثنين، يعني عايزين نعرف طب تصوم ليه؟ فقال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل عليه فيه. أنزل عليه فيه إيه؟ إيه هو؟ اقرأ، مش كده؟ طيب خليني بقى إيه؟ في ذاكرتك كده شوية، نحتاجها بعدين. هذا يوم